ربنا بركته معانا. يعني مسكينة هي تتعذب قدام عيوني وما ما اقدر اعمل شيء. يعني هم اختي تعبانه وضعها زاد، هي بدها تعالج وما اقدر. كثير وضعنا تعبان، وعندنا هالمرضانين، يعني كثير وضعنا تعبان وما عندنا شيء. لما امي تمرض كثير، يعني اوديها القامش اللي تكلف كثير، يعني بده سياره خصوصيه وبده مصاري كثير، ونحن ما نقدر. والله هالمبلغ ما نقدر نحن، يعني صعب كثير. مرات عالم تحسن علينا ومرات ما في شيء، وما اقدر ادشره لحاله. انا اروح اشتغل، بدي اشتغل ما اقدر اروح. ما حدا يدير بال عليهم، انا ما مشانهم، يعني ما تجوزت. وضعنا كثير تعبانه شوية، يعني مرات اذا عندنا خبز زياده شوية ابيعه، يعني ما يكفي للشيء. انه بدها كل شيء، بدها دواء، بدها يعني مصروف، بده كل شيء صار غالي. والله صعب علينا كثير، يعني ما هالوضع ما نتحمل. والله كثير تعبانين يعني.